خبيرة المكياج والتجميل مها رملاوي اليوم معنا عشان نشوف إذا عندكم حبوب بيضايقوكم على البشرة في طريقة كتير صح نخفيها بالمكياج. صباح الخير مها. صباح النور. تمام الحمد لله. أهلا وسهلا. والموديل معنا جود. أهلا وسهلا يا جود. أهلا وسهلا مها. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح النور. أهلا أهلا. شو بدنا نبدا؟ كيف بدنا نعمل؟ اوكي هلا رح نعمل 5 ستيبس على الهواء كيف نخفي الحبوب. اول شيء معظم السيدات بنسوا كيف يحضروا بشرتهم للفاونديشن. لازم البشره تكون مرطبه ترطيب يومي بشكل يومي، وخصوصا قبل الميك اب لازم نحط المرطب قبل ب 10 دقائق مينيموم. لازم نتركه شوي دائما. لازم نتركه شوي حتى يطول معنا الفاونديشن فتره اطول. بعدها الستيب اللي بعدها انه نحن نحط البرايمر. البرايمر هو بيعمل زي طبقه بين الفاونديشن والبشره، بيخلي الفاونديشن يطول فتره اطول وبرضه بيحمي البشره من الفاونديشن. هلا هون عم نحكي بدنا نحط على كل الوجه مش بس على المحل اللي فيه الحبوب. بدنا نركز على الاماكن اللي فيها حبوب، الاماكن اللي فيها اوبن بورز نركز عليها. هلا انا بحب احط البرايمر ببرش. بتحطيه ببرش؟ يس. بحب احطه على اماكن فيها اوبن بورز بطريقه دائريه واطلع بطلوع لبرا. بتعرف هيك هيثم؟ عم نتعلم هينا الفقرات فقرات التجميل بعيش وبتعلم المتواصله. طبعا ضروري كثير تكون الصبيه تستخدم البرايمر المناسب لنوع بشرتها. اذا كانت جافه لازم تستخدم شيء بيعطي رطوبه للبشره، اذا كانت اويلي لازم تستخدم شيء بيعمل كنترول للاويلز. ديراندا بتحسي الستات لازم يعرفوا في المواضيع الخاصه بالرجال والعكس؟ مش كتير ضروري. مو ضروري؟ لا مو ضروري. مو ضروري انه الزلمه يكون عنده خبره في أكيد في الميك اب. الزلمه كل شيء ميك اب يسميه كحله بكفي ليه؟ مكياج مكياج. لا انا بصراحه بعتقد انه لازم يكون لازم يكون في يعني معرفه، يعني بشكل معرفة عامة. يمكن النظرة، يمكن أنا بحس أنت النظرة تعرف أنه هيك صح هيك غلط. لا مش ضروري يعرف كيف يحط أكيد، بس يعرف بشكل عام يعني الخطوط العريضة لأي شيء بخص بخص الست. ما بعرف. لا بصير صح. يس أنا كمان بأيدك أكيد. أوكي. تمام. هلا بدنا نحط الفاونديشن. البهم أكثر بإخفاء الحبوب هو الطريقة اللي عم نحط فيها الفاونديشن. برضه كمان إنها تستخدم الفاونديشن المناسب لبشرتها، لازم السيدة تكون عارفة هل هي بشرتها جافة، هل هي بشرتها دهنية، مشان تنقي الفاونديشن المناسب. هلا مثلا جود إذا عندها حبوب بنقول إنه بشرتها دهنية؟ مش شرط. لا طبعا. ممكن أوكي. ممكن تكون جافة وعليها. إذا هلا شو بلشنا بعد البرايمر؟ هلا بدنا نحط الفاونديشن. هلا اللي بيفرق أكثر شيء بتخباية الحبوب هي الطريقة اللي بنحط فيها الفاونديشن. الطريقة لازم تكون بالطبطبة مش بالمسح، لأنه إذا حطينا ومسحنا بنكون عم نقيم البرودكت على الفاضي. اوكي طيب. هلا ممكن بسبونج، بس انت بتفضلي؟ انا بحط بالاول بالبراش بعدين بحط بس كله بنفس الطبطبه. هاي هي الطريقه الصح. كله. برافو. يس. حلو. هلا جود شو تعتبر بشرتها هيك؟ هي بشرتها مختلطه. جود عندها عند التي زون لانه في الاوبن بورز، وعندها شويه لمعه خلال النهار بتصير بهاي المنطقه. هلا انا مها بحطه بالبيت بايدي الفاونديشن، ما في مشكله طبعا اكيد ايديكي بيكونوا نضاف. انت بتكوني مغسلاهم بتحطيهم اكيد الطريقه طبعا اللي انت بس انت اللي بتعمليه بيضاين اكثر وبروفيشنال اكثر وبفي بالغلط اكثر، يعني قصدي. يس صح. اوكي. بس لما الوحده تكون عم تحط على حالها ميك اب سريع ما فيش مشكله انها تستخدم. بس انت اذا بروفيشنال وحدة عندها طلعه عندها شيء مناسبه بدك اياه يضاين اكثر فبتكون هاي الطريقه. طبعا اكيد. اوكي. ما ننسى بالزوايا نحط الفاونديشن طبعا. مها قد ايه بتحسي قد ايش صار عم بتجدد موضوع الميك اب والطرق اللي حط الميك اب والمنتجات اللي عم تطلع؟ كثير. هلا من ناحيه منتجات كثير عم تتطور بسرعه المنتجات، من ناحيه الطرق يعني الطرق من زمان موجوده بس بصير لها مسميات مختلفه، زي الكونتورينج والهايلايتنج من زمان مثلا موجود بس صار هلا له مسمى. طبعا ما ننسى نمد شوي على الرقبه. لا انت عم تحطي كمان على الرقبه. يس دائما مشان ما يفرق اللون بين الوجه والرقبه. مهم كثير السيده لما تنقي لون الفاونديشن دائما تجرب الفاونديشن عند الجو لاين. هون. ايوه بالضبط. هلا تجرب اكثر من درجه، تجرب الدرجه اللي هي حساها مناسبه وتجرب درجه اغمق ودرجه افتح.
ثلاث درجات ايوه ثلاث درجات. وين نحطهم جنب بعض؟ ايوه بالضبط جنب بعض هيك. يس. بعدين تطلع مش فورا هي تنقي الفاونديشن جوا الاضاءة المحل، لازم تطلع برا على الاضاءة الطبيعية، تستنى شي نص ساعة بعدين تشوف اللون المناسب، عشان عن جد كثير مهم تكون درجته صح. يس درجته صح، وبرضه تشوفه على الاضاءة الطبيعية لازم. اشوف كيف انت هلا بالسبونج عم ترجعي بتطبطبي لحتى يتغلغل صح. طيب مها، مين اللي بيلبق لهم هلا؟ في فاونديشن ضارب لونه على زهري شوي وفي على صفار. يس. مين الناس اللي بيلبق لهم ياخذوا اللي على زهر او على صفار؟ هلا في الفاونديشنز اللي لها اندرتونز، اللي هي اليلو اندرتون زي ما حكيتي، والبينك اندرتون والنيوترال. هلا اللي عندهم بشره مايله للاصفرار لازم يستخدموا اليلو اندرتون فاونديشن. اللي عندهم بشره مايله للاحمرار لازم يستخدموا البينك اندرتون فاونديشن. اوكي انا هاي بختار فيها النيوترال اللي هم بين بين يعني. انا بين بين اخذ الفاونديشن يومي بيعتبر يعني حسب السيده هي شو بت يعني اذا عندها بيعتبر اعتيادي ليوم مثلا عمل طبيعي للست او البنات رايحين على الجامعه وكذا، ممكن يومي يكون فاونديشن عادي ممكن يومي. يس. حسب ايش بترتاح. يس. حسب هي حسب كمان بشرتها، اذا بشرتها منيحه مش محتاجه حرام تحط فاونديشن كل يوم، لانه الا الميك اب قد ما يحكوا لك ما بيأذي الا يأذي شوي على المدى البعيد. بس اذا نحن بننظف البشره منيح لازم ننظفها قبل ما ننام. طبعا البشره بحياتنا ما ننام وهي الميك اب عندنا اياه على بشرتنا. كان عندنا خبر امبارح عن البنات اللي بيروحوا على الجيم بالفول ميك اب او بتمرنوا بالهون وبس بالفول ميك اب. لا يعني انا بشوف صراحه كثير كثير بنات بتكمل يومها عادي طبيعي بالفول ميك اب من الصبح لليل، تروح على الشغل وبترجع بعدين تروح على الجيم بترجع بعدين تطلع. بتخيل لازم انه ينشال ويتنظف صح؟ ما بعرف، بس اذا هي كثير في صبايا هلا من شغلهم بيروحوا على الجيم فمش رح تروح تغير تقيم الميك اب وترجع. بس مفروض قبل التمرين لازم ينقى. ما بعرف اذا بيعرف هلا اذا هي بتضطر لشغلها يعني انها هي تضلها حاطه الميك اب ما في مشكله، بس اهم شيء العنايه بالبشره قبل النوم لازم عشان البشره بتتنفس خلال النوم. حلو. يعني قصدي لما البنت تعرق على الميك اب ما عادي ما بخرب هو عادة بخرب الميك اب. يس. واذا حتى برايمر زي ما حكينا ما هو بيعمل طبقه اصلا بين البشره وبين الفاونديشن، فالبشره مش كثير بتتاذى من الميك اب. هون عم تعيدي بعدنا هون بالفاونديشن، اذا حسينا انه نحن في مناطق بدنا زياده عليها بنحط، وبرضه طريقه الطبطبه. مبسوطه جود؟ كيف الحياه معك؟ منيحه؟ اهلا وسهلا. تمام. هلا بدنا نروح على الستيب اللي بعدها اللي هي الكونسيلر. كونسيلر طبعا اساسي، اذا بدنا نحط فونديشن بدنا نحط كونسيلر. اوكي هلا بدي اشوف وين راح تحطي الكونسيلر. تمام. الكونسيلر راح احطه تحت العين طبعا بالمنطقه اللي معظم السيدات بيعانوا منها من سواد. حطه بهاي الطريقه فوق الفونديشن. فوق الفونديشن. يس. زي حرف سي بعمله. ما اقربه كثير على العين. إذا عندنا أي منطقة فيها برضه حبة بدنا نخفيها برضه بنحط عليها بنحط الكونسيلر عليها. كونسيلر لأنه بضله أسمك الكونسيلر. أنا بحب شوي على النوز أحط وبهاي المنطقة أحط. أوكي حلو. يس. هدول اللي بيعطوا ظلال ف يس. وبرضه زي ما حكينا طريقتنا رح تكون الطبطبة. هيك نحن بنضمن إنه الفاونديشن يضل بمحله وما يضل. حاسة إنه أنت ما بتخلصي ميك أب لحدا غير إيدك خضرانة. ظهري بكون كمان دق 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 دق. هلا والكونسيلر نفس الشيء رح تطبطبيه لتتهني. نفس الشيء لانه مشان ما ازيح الفاونديشن اللي انا حطيته تحته. بس تعرفي مها هلا الستات اللي عندهم شوي رينكلز بيقدر يحطوا كونسيلر فوق الفاونديشن ولا كثير بصير طبقات؟ لا هي ما تقرب الفاونديشن على المنطقه اللي فيها الرينكلز. ايوه. يس. يعني ما تكون حاطه فاونديشن اني يعني ايوه هاي المنطقه. وانا بفضل اصلا كمان يستخدم الكوركتر برضه قبل. انا مثلا بحط الكونسيلر تحت العيون والفاونديشن على بقيه الوجه. يس يس ممكن. انا بحب استخدم الكونسيلر بس هي لانه صغيره جود بتقدر. بحب استخدم الكونسيلر بعد لانه ببين معي اكثر يعني اذا للي ما عندهم تجاعيد للي ما عندهم تجاعيد. للصغار طبعا. هلا انا الكبار بالسن اكثر بستخدم لهم الكوركتر يعطي رطوبه للمنطقه تحت العين وبعدين بحط لهم الكونسيلر. معنا ثلاث دقائق ما تقريبا للفقره. تمام. هلا هيك يعتبر ايش؟ خفيف وسط ولا ثقيل ولا ايش؟ هيك نحن خفينا الحبوب بطريقه وسط. والله يعني نحن ما تقلنا كثير طبيعي يعني الخفاف. يعتبر ليوم عادي ولا لطلعه؟ لا اكثر لمثلا عشاء سهره. هي عشان ميك اب العيون ما لانه نحن استخدمنا فاونديشن شوي ثقيل. هلا بدنا كمان نثبت بالباودر. الخطوه اللي بعدها تثبيت الباودر. برضه
بدنا بطريقه الطبطبه. بحط انا الباودر، نو كلر باودر انا بستخدم، دائما نعمل هيك البرش. ايوه نحط برضه مشان ما نزيح الفاونديشن اللي تحت، نحطه بهاي الطريقه الباودر وبايد خفيفه كثير. هلا اختيار لون الباودر كيف تقدري تساعدينا فيه؟ هلا بدها تكون متناسبه طبعا مع لون الفاونديشن اللي انت عم تستخدميه. يعني ما يكون الفاونديشن على لون والباودر على لون ثاني. برضه بدهم ينتبهوا للاندر تون، تشوهم مع بعض يعني بنفس ال بالضبط. وبتفضلي لوس ولا كومباكت؟ انا بفضل اللوس. هلا الكومباكت للي بدهم كمان كفرج اعلى بحطوا فوق الفاونديشن الكومباكت. تمام كومباكت بتيجي هيك حبة واحدة، اللوسة هيك باودر. اوكي بعدين ببرش نظيفة. شكرا. بعد ما يثبت الباودر على الفاونديشن ببرش نظيفة بس بقيم بايد كثير خفيفة بهي الطريقة. اوكي تمام. إذا عملنا الخطوات هلا كلهم صح؟ يس. مرطب، برايمر، عيدي لنا إياهم الخطوات لتغطية الحبوب. اوكي المرطب طبعا قبل بعشر دقائق حكينا، البرايمر، بعدين الفاونديشن، الكونسيلر، الباودر. حلو تمام؟ الخمسة خلص بنكون تأكدنا إنه تغطوا الحبوب. يس تغطوا الحبوب. في خطوة كثير مهمة لازم نعملها اللي هي نثبت الفاونديشن والباودر بمثبت المكياج. طبعا هذا بقيم أي لوك للباودر على الوجه وبرضه بخليه يثبت لفترة أطول. والله يس حلو حلو. قديش الصبية ممكن تعمل هذا الميك اب لحالها؟ كثير سهل. كثير بالخطوات اللي ورجناها كثير سهل انها تعملها. تكون عندها الادوات المناسبه طبعا لسهره زي ما حكينا، تستخدم السبونج احسن بعطيها كفرج اعلى وكثير سهل بالبيت. برافو وطلع كثير طبيعي. حلو شكرا جود. حلو شكرا مها. اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. اهلا فيكم.